مثلا انا سيد ولد ادم يوم القيامه، حديث كش امام مسلم جرايته وابو داود جرايته، افرمي انا سيد ولد ادم يوم القيامه، قال افرمي انا سيد واني نيد انا محمد وانيا يعني انا ابن يعني لفظ كي بكارنا بيغفر انا سيد لفظ سيدي بوخوي بكارنا بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام للروايات كتراهات وكمان بيهقي جرايته كاوريو اعتبر قوترا للروي معناه انا سيد ولد ادم، ممكن سيدي ادم نبي بس سيدي ولدكيتي بلان بها قيا فرمي انا سيد العالمين وحسي بها قيا جرته عالم ما سي والله غير اخوه في اغمر اخوه سيدي هم انا لغير اخوه فرور قادسي يعني روايتك كده ترمذي جرايته انا سيد الناس، سيد الناس ايش هم يقرته توابي في اغمر اخوه صلى الله عليه وسلم لتنشونك ايا لفظ سيادتي بخوي بكار